قبل 9 أيام من الانتخابات الفرعية بصور لملء المقعد النيابي لشغر باستقالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة نواف المساواة، أعلنت المحامية بشرى الخليل انسحابها منها بعد لقاء جماعها بنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء امبارح، وهي اللي كانت المرشحة الأخيرة وجه مرشح الحزب الشيخ حسن عز الدين. الخليل اللي كانت قالت سابقا أنه نتيجة فرعية صور ما كانت محسومة مثل ما قال، وكان عندها حظوظ مرتفعة لأنه في ناس بدها تشارك لتصوت لها بما أنها مستقلة وعندها حيثية كبيرة بالمنطقة. فضلت تتجاوب مع طلب الحزب بعد محاولات كتيرة عملها الأخير معه بحسب ما قالت لتلفزيون نشرة. لا كيف ضغط، ما حدا بيضغط علي ولا أصلا ما حدا بيفكر يضغط علي، هاي محزومة بصراحة. يعني أنا لما السيد حسن شخصيا طلب الموضوع ونحطيت بأجواء معينة لأسباب الطلب، طلب طبعا مش اعتراضا على شخصي، امبارح طلبوا هن اللقاء مع الشيخ نعيم قاسم ووصل لي رسالة شفهية بمضامين كتير كبيرة مش شوي، وحطني بالأهداف أهداف مهمة طبعا، يعني بتعنينا كلنا كلبنانيين يعني كوطنيين من حد بلدنا. وقالت الخليل أنها حتعلن عن هالأسباب بمؤتمر صحفي حتعقده خلال هاليومين، وأكدت أنها حتكفي ولو مش بالبرلمان بالدفاع عن حقوق الناس، وتسعى لتأسيس برلمان شعبي شبابي حيقدم مشاريع قوانين بتحفظ حقوق المواطنين، واتمنيت يكون في آلية تنسيق وتواصل مع مؤسسات الدولة لهذا الهدف. من جهته أكد الشيخ عز الدين أنه أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله ما طلب من الخليل تنسحب، بل نقل رغبته بهالشي وبقي الخيار إلى هي قدرت الوضع بالنسبة للدولة وبالنسبة للوضع السياسي القائم والظروف الاقتصادية، وبادرت بخطوة إيجابية كانت منها مشكورة عليها، وموقف إيجابي لمصلحة الناس ووفرت أعباء على الدولة وعلى الناس، عنا ما حدا ضغط على حدا. ويذكر أنه عز الدين هو من مواليد 1953 من معروب الجنوبية، درس بجامعة طهران وتولى مناصب كتيرة بالحزب، منها عضو مجلس سياسي ومسؤول العلاقات العربية والعلاقات الإعلامية ومسؤول العلاقات السياسية بالجنوب وغيرها. عز الدين وأن يمكن اعتباره فايز بالتزكية إلا أنه قانونيا هالشي مش صحيح بحسب قانون الانتخاب 44/2017. فبيقول الخبير الدستوري دكتور عادل يمين بما أنه موعد الانتخاب محدد ب 15 أيلول، وبما أنه لازم ينسحب المرشح إذا بده قبل ب10 أيام من موعد الانتخابات، وأي انسحاب بيصير خارج المهلة القانونية ما بيتاخد فيه، وبما أنه انسحاب الخليل صار بعد المهلة لهيك ما بيجوز إعلان فوز عز الدين بالتزكية، ولازم تصير عملية الانتخاب وبناء على نتائجها بيتم إعلان الفوز. ومن هون بتكون الانتخابات عم تخلق مشكلة، فأي مخرج بحول دون أنه تصير حيكون مخالف للقوانين، مع أنه هالانتخابات بتكلف الدولة أعباء مالية كبيرة هي بغنى عنها خصوصا بالوقت الحالي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.